هلا شباب، شلونكم؟ عيني، شو اخباركم واموركم؟ ان شاء الله جميع بخير. اشتركوا بالقناة شباب. عيني، وصلنا ان شاء الله 100,000، ما ظل في دفعة بسيطة. كل واحد يشوف المقطع يخلي لايك قبل لا نبلش، وتعليق مرتب، وانا هم جايب العدة وياي. هاي عيني، هاي خلصت طبعا، ما تقيش بعد. ها، فجبت هذا الثلج وهاي القوطية، لا حد يشرب منها، تلعب النفس. عيني، لان هذا بس لا تدير هواية حتى لا يروح الطعم بالثلج. هذا الكلاس مال ترمز نقرته. هذا شوية اللي نقاوم. اليوم اكو شغلة جديدة راح ابلش بيها هسه. طبعا كان يم رجال هم احد المتابعين من هاي العظمية، اخذ القفص اللي كان هنا الخشب، هسه نزلته اخذ، راح بالعافية عليه ان شاء الله، شوف خيره. هسه ايش راح اسوي شباب؟ راح اطبق هاي الطيور، الطواير ذيك اللي هناك صعدت هذا القفص، وراح اطبق هذا الحمام كله. زين هسه شباب تقول لي امجد بعد وقت، مثلا هسه احنا شهر 7، يعني تطبق بالسابع. شوفوا شباب، يعني اكيد هسه ما راح نطبق الطيور، اللي راح يزوج بسرعه، اللي راح يشلع قلبك يلا يزوج، اللي راح يبيض بسرعه، اللي ما راح يبيض. فانا ايش راح اسوي؟ راح اطبق الطيور هسه، لان صار لنا فتره معزولات، يعني بحدود الشهر ونص لنا معزولات الطيور. فمن اجي راح اطبق هنا هسه؟ مثلا هنا 10 طواير، هنا 12 طيره، هنا 12 طيره، كل وحده تزوج تبيض. مثلا اشيل بيضه اخليها بيضه صناعي لحد ما كلها تزوج، طيور كلها تزوج، بحيث الطيور اشوفها كلها زاوجه وكلها مبيضه مثلا، بس شنو جواها؟ كلها انا اخليها بيضه اصطناعي. وراها شو اسوي شباب؟ يعني من اخلي بيضه اصطناعي اعوفها مثلا فد هناي مع البيض 15 يوم من لحد مثلا النص السابع، وذاك الوقت اشيل البيض، هي راح ترجع تبيض طبيعي. بس بهاي الحاله راح اطلع وجبه يعني كاملة وحلوة، مو لأن إذا أجي مثلا بعد شهر وأطبقهن، أول شيء راح أتحدد بوقت لازم أطبق بعدها هي، فجوز 4-5 زواج تزوج بيض، جوز زوجين ما يقبلن يزوجن، جوز طيارة تأخر من بياضها، بس من كلها تبيض وتستقر وأمورها تمام، عاد وراها شنو؟ أخذ لها بيض الصناعي وخليها تبيض براحتها، وتاخذ بيض الصناعي وأرجع أشيل البيض مرة الأخ، وترجع هي همين تبيض فضت راحت. خلونا لايك شباب. عيني، نطير لو ابلش؟ والله خلينا نفرهن فره سريعه ما طول. اليوم الصبح طيرتهن، هسه هم ادمج لكم المقطع. يمكن هذا اليوم هذا بالقوه راح ورجع، والله هذا الرماني، هذا ما ادري غيره، والله ما ادري. انه هذا ابو شلل هم قام يصعد، وتعال شي خلصنا من يمه. هو الفرس روح اللي غاد، خش سالفه هاي مال الفر اللي غاد. شوفوا، ها وعندنا الاسبيريه والله يا شباب. خلونا اليوم اكو فحل، شوف هاي شالت روحها بعد شرقه. اليوم اكو فحل صعد شباب بالقوه رجع. ما بيها الا صفر. يعني هسه هاي جوز نصها او ربعها ما اعرف، بس لا يبطل. ها شوف هذا الحيوان ابن الحيوان، كل ما طيرته وطلع قمر، كل ما طيرته وطلع قمر.
احنا شو نسوي؟ كل ما هاي زبيريه تطير شباب وياهن، والله خوش تطير. شوف هسه هذا اللي يخبثن، لا هو اللي يروح ولا هو اللي يثبت ويا الطيور، بس يسحب بالبقيه. شوف هسه اكو 2-3 يعدتن بالطيور، واكو لا والله يدقن ينزلنهن. بس هي الطيور جناحها قوي شباب، هي الطيور جناحها قوي، انا حتى دا انطي بيها مخبات كل شي عادي، لان هي طيور قوي. هاي الزفيرية جواها شوفوها جناحها بعدها ما ماخذ. هذني تقريبا جوز بيهن 30. احنا ان شاء الله يعني اذا الله راد عدد حلو نطير. اي قلبه عندي قلبه، لان المفروض هسه واحد يتولاهن. شوف لان اللي فوق الطيور مدى اعرف ان ياهن. حتى مو حلوه هيك، هاي الفره حلوه، هاي الفره حلوه. يوقفن يوقفن فيديو يوقفن. ادري ني كون مطير هيك فرن. اي من يفرن شبابي لمن. هذا طيرولي طيرولي طير لوي. لا تقعد يا عمي، تعال خلي نخفف ان شاء الله نتوالم. احنا ما نروح، ابي راح نشيل. هاي والله جد والله جد شباب، لا حياته مع الخوف ولا خوفه مع الحياه. طيرة اشتغلت. ماكو رحمة، رحمة رياض ماكو بعد شباب. هم جد الماجد من يصعد على حمامي كتلة. اها الزبيرية ضاعت، وانا نسيت الزبيرية. لو ياهن خابطة الزبيرية ثولة، ما خابطة وياهن. صل على محمد وآل محمد. هسه حطوا لنا لايك، يعني اذا ما حاط لايك راح نضيع الطيور. اترجاكم حطوا لايكات. اكو واحد طلع قبل هياط، هذا دائما والله شباب هذا ما يقعد راح هذا الفحل، بس يجوز ما زاوج الطير يعني عذره وياه. الزبيريه وين؟ والله فثول هاي الزبيريه، قلت له الطاره خلي تولي. قال بقيه حلوه، ما ادري وين راحت، حطت فوق والله ما ادري. هاي طيور لؤي. يلا عمي على واكو لؤي يسويهن 100، يكون يقعد فد واحد يمنا بعد هم يطير لفد 50-60. هذا طير لي ادري شنو السالفة. يلا مو مشكلة، بس خلي نتونس عليهم بالشتاء. ان شاء الله بالشتاء ختار الصحابة. خلي هسه اليوم شد اسوي الشباب، انا قلت ورا ما ابلش اطبق الطواير راح يفرغ هذا البرج، اشيل بيه الطواير الباكستانيات العيون سود بهذا البرج مؤقتا، خليني اسبوع احسب كم فحل عندي، احسب كم طيره عندي، حتى ورا اذب طيره 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 او خمسه طواير خمسه طواير، اشوف يا هالزاوج يا هالمزاوج. حتى مثلا المزاوج ان اخرا نشوف لحال، هو ما نضل هيك كل يوم طالع واحد قبل. والله كل ما طيرن شباب، بس اليوم ما طلع من عدن، صبح طيرتن بالقوه، حطن بالقوه نزلتهن. وهاي العاده التعبانه يقص لك واحد ياخذ واحد وياه، طلع قبل ورا شويه رجعن، يعني مرات يرجعن مرات ما يرجعن. ضيعت يمكن فد اربعه بيهن والله. صار البارحه طارق هم اجى كشهن، ضيعنا شقد 2 والله ما ادري. فعيني شباب يلا راح اخذ شويه قوطيه قبل ما تخلون لايكاتكم، وراح ابلش من اطبق الحمام ارجع لكم. اي شباب حتى لا تصير عليكم هوسه، يعني خطوه بخطوه حتى لا انتي من يعني لنتي بالسوالف والمقطع يضيع علينا. طببت 12 طياره، طببت الطواير الشتريات اللي بحله الشتري مالتهن، وطببت الطواير السيت ولا مال باكستان اللي بحلتهن،
وطببت ثلاث طواير بعد، طيره تيدي جونسر فحل، طيره علي ولا، وطيره اللخ هم تيدي، وطيره كراس طببت، وكراسي على الكمينقرات هاي تطير كلش راقيه، تيديك تربيها الشتري. داس حق هواي انا والله ما ادري لو حكي صحيح. المهم فطببت 12 طيره هاي هنا، 12 فحل 12 طيره. هسه راح نبدا هنا، ايش قد هنا عندنا؟ 2 4 6 8 2 4 6 8 10 11 فحل هنا. هسه نجيب 11 طيره، شنو السالفه؟ سحق فلس صار 11 طيره شباب. هنا ايش عندنا احنا؟ تيدي 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 9 تيادي، لا 8 تيادي، 1 2 3 اي 8 تيادي وجولدن وال1005 وهذا الفحل. نطبب لهن هم تيادي، كلها تيادي نطبب لهن، او تيادي وغير راس. هسه نشوف ايش عندنا طواير، خل اطبب لهن يعني. هسه همين 11 2 4 6 8 10 11 طير. يلا هسه ارجع لكم. هاي شباب هسه هنا طببت 11 طيره، من ضمنهن كل تيادي، من ضمنهن ثلاث طواير 14 طببت وياهن. شوف المحله هاي جولدن قافل ماخذ له طيرتين، كل واحد عن حب احنا راح نزوج اليوم، كل فحل باللي يقتنع بيها وكل طيره باللي تقتنع بالفحل، وبراحتهم عيني براحتهم، كل مني مسؤول عن اختياره. بس يعني راعيت مثلا شغلات بالطبقه شباب، شنو راعيته مثلا؟ مثلا هنا انا لاحظت في حله عندي ضخمه طببت طواير ناعمه، هنا انا مثلا عندي طواير هي طواير ضخمه حاول اطبب على في حله ناعمه شويه يعني شيء، بس مو مراعاه يعني انه تفصلت الجنح وهالسوالف، لا هيك اللي يزوج يزوج وبالعافيه عليه يزوج، واللي ما يزوج ان شاء الله يزوج. هسه بقى عندنا هذا البرج، هذا البرج بي 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12 14 فحل، يراد لنا بعد 14 طيره تقريبا مقنبين 14 طيره. خلي هسه نشوف وهم ارجع لكم. هي شباب شباب قبل لا نوصل على هذا البرج رحم الوالديكم خلوا لايكات، يعني والله اكو حاله مو حلوه كلش، يعني بشرفكم مقطع 30000 مشاهده. هسه ارجع على المقاطع كلها، والله كل مقطع 30000 مشاهده ب 8000 لايك شباب، يعني 30000 واحد يباوع بس 8000 يخلون لايك، يعني هم ما ترهم يا خلوا لايك يعني انتش خسرانين. هنا هسه شباب 14 فحل طببت لهن، 14 طيره تيادي. طبعا ما اقدر افتح الباب واصور لان بيهن شلعه وحرامات يطلع واحد يروح. حتى شباب خطيب من المتابعين اتصلوا وياي قالوا يا جد هذا البرج خطر، المفروض نسوي له جان نفس هذا او تطلوعه، بس انا حبيت الملم السطح شويه شويه، يعني كل ما اصغر كل ما ارتب، وانتم شفتوا الترتيب صار احلى، يعني هسه السطح من قبل الهوسه والمسرح ولا هسه صار ارتب بعد. ايه ف 14 فحل هنا، من ضمن الفحلين 14 هن اصلا كمينقرات، طببت لهم 14 طيره تيادي كلها، تمام كلها تيادي. احنا هذا ان شاء الله نركز على التيادي بهذا الانتاج الجاي. هسه نشوف اليوم انتبه مثلا، هسه نشوف الشتريات مثلا، هاي طيره وفحل اخذت فحلها، هاي طيره وفحل زوجين تمام، يعني ها هاي الطيره قامت تصعد للفحل، يعني اكو بوادر امل، لان نسيت ولا زوجين بعد، بس هاي سيت ولا ذيك مشلبه فوق فحلها جوا. هسه ان شاء الله كلها يعني تترتب امورهن، خلي يهدن ونرجع لهن. احتمال طبعا زادت عندي كم طيارة، واحدة اثنين ثلاثة اربعة، اربعة طواير، خمس طواير، خمس طواير زادت عندي، واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمس ست طواير زادت عندي، يعني نحتاج ست فحلة. هسه اخذ فحلة من ذاك البرج اطببهن الهن وخلي ننتج وياهن ويزق ان شاء الله كريم. طبعا شباب هنا قلنا ست طواير، اثنين اربعة خمسة، ست طواير تقريبا، ونسيت هنا عندي هم طواير، خلينا نشوف ان هنا اكو ثلاث طواير يمكن من ضمنهم المامدين، خلينا نحبي الذني عيني ونطلع البرج الثاني.
اي مو ناس يعني شباب صراحة. بس نطلع هذا البرج الثاني. مش عندنا طواير هنا انا بالله. عندنا طواير. هاي طيارة. هاي طيارتين. ثلاثة طواير. أربعة طواير والله يمكن هنا عندي بعد المامدين. وين المامدين؟ واحدة اثنين ثلاثة. ويا المامدين أربعة. المامدين ما أدري وينها. ها هاي المامدين أربعة طواير عندي هنا. يعني عندنا بعد عشرة طواير. احتمال إيش راح أسوي؟ يعني بكل برج أزرق فض طيرتين ثلاثة. حتى خاف أكو طيارة ما تزوج مالها خلق ما تبيض. أكو بديل لها. أنا ما أدري فينا صار لها ساعة رايحة. حط على جيراني. اي شباب كشيت لكم ياهل ورجعت لكم. مو احسن هيجي؟ خلي شوي اخف. ظلمه ان شاء الله بشيت نسويها. يريد ان ياخذ هذا الجنع كلش حلو من هنا. اها هسه شو نسوي هسه بعد هاي طلابه؟ خلي نعشي. حرام عليك. خوش كشي هاي شباب. انتم ما لحقتوا عليها. انا من ما لحقت اصور لكم سريع يعني فقبل طيرتهن فبين ما صعدن شال روحن. يلا رجعت صورت لكم. هسه نفتح العشاء خليه يتعشى. طبعا حبل ضاع البارحه لحد هسه دا يفتر وما يرجع لي. ما اعرف شنو الموضوع. عيني شباب يعني كملنا هاي طبقنا للطيور. وهاي الحبريات همين طيرناهن ونشوفهم كياهن وعشيناهن. هاي هم دي نزل البقيه. خلينا نفتح الباب حتى يطلع لنا كم واحد جوا. هاي الطيره جوا فحل هذا والله. ولا اكو بعد يمكن واحد اثنين. هذا هم الفرخ النيكولا بعد كم يوم فخلي ياكلن عيني. خلص المقطع شباب مال اليوم. ان شاء الله تونستوا بيه. وذاك ونستوا بيخلونا لايك. واللي وصل للنهاية خلي تأكد مشترك بالقناة وخال لايك. ما ضل شي نطب 100 ألف ان شاء الله. وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد شباب. تحياتي لكم جميعا.